فرقتين عدوا في مشوار صعب جدا. جول 1-0 سينرجي من ركنية. يا ولد فريق القاهرة طويلة وعالية يسيبها إلى ركلات الترجيح. ولسه عمرو الحلواني مستني دوره انه ينزل عند عبد الباسط. عزب يخطف الكوره، عزب يحاول ولكن تتقطع. حسام حسن اول ركله في انتظار الصفاره. ادي اول ركله كابتن محمد ابو العينه. يا في الحارس حسام وديده يخش يحطها. خميس لعب التقدم يتقدم عمرو يشوط كوره عزب